بسم الله، نبي نبدأ وصفتنا حقت اليوم. حطيت هنا عندي بالمقلاة زيت زيتون، انتظرت لحد ما يسخن، وبعدين عندي جبن حلو ومقطعته مكعبات بضيفه على المقلاة واستمر بالتقليب. بعد ما اخذ جبن الحلو بنكهة زيت الزيتون بضيف لها الان مكعبات فلفل اخضر واستمر بتقليبها. بعد شلت الحلو والفلفل الاخضر على جنب بعد ما تجانسوا، وبضيف الان عندي بيض مخفوق مع ملح وفلفل اسود. استوى البيض على الوجه الأول وقلبته على الوجه الثاني طبعا خلف الكواليس، وبضيف الآن خليط الحلوم مع الفلفل الأخضر. آخر إضافة عندي بضيف رشة من جبن الموزاريلا، ورشة كمان عشان الحبايب شدر مبشور. والآن نحاول أننا نقفلها، بقفل التصوير، أضبط الأمور وأرجع لكم. بخليها بس تقريبا ابو دقيقتين كذا تذوب الاجبان، وبعدين خلص على صحن التقديم. بس الريحه يا بنات شيء، صلحوها لعيالكم اللي يجون من الامتحانات.